من السلع التي كنا نتحدث عنها إلى سلع أخرى، لكن هذه المرة نتحول إلى مدينة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، حيث تقع قرية الفواخير المصرية. تلك القرية التي ورثت واحدة من أقدم وأهم الحرف التي خلدت حضارة المصري القديم. ترسخت صناعة الفخار في مصر على مدار عصورها التاريخية، وخلفت وراءها تراثا ثريا يزخر بالتحف الأنيقة. المزيد في هذا التقرير. هنا الحياة تنبض وتشرق شمس النجاح. قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة التي تشتهر بصناعة الفخار، إحدى أهم وأقدم الحرف التي خلدت حضارة المصري القديم. جواهر فنية طينية بمختلف الأشكال والأحجام شكلتها أياد ماهرة، وكأنها تستخرج الذهب من بين حبات الرمال. هو بيبتدي تصنيع الفخار من الطينة ذات نفسها، بودرة، تيجي بودرة شكاير، بناخدها هنا وبنخمرها لحد ما تبقى بالطريقة دي، نبتدي نشتغل فيها، نصنعها بقى أي حاجة تطلب، فازة، طاجن للأكل، أباجورة، حاجة للديكور، أي حاجة، أي حاجة تطلب بتتصنع زي ما شافها حضرتك بقى، ما بتتشطب كده. وتحققت آمال أصحاب هذه الحرفة النادرة بعد أن تم تقنين أوضاعهم وتطوير قريتهم، فضلاً عن تركيب أفران غاز طبيعي بديلاً عن الأفران البدائية التي كانوا يعملون بها، ما ساهم في ترويج منتجاتهم وتنشيط حركة البيع والشراء. الناس دي طبعاً ليها كل التقدير وكل الاحترام. طبعاً الحاجة دي لو على أن الدولة ساعدت في ذلك بإيه؟ بإدخال جميع الأفران عن طريق الغاز الطبيعي، يبقى أنا قللت من تلوث البيئة، تمام؟ دخلنا لهم برضو الكهرباء، دخلنا لهم المية، وده عبارة عن تطور في قرية الفواخير بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية. وتستعد الفواخير لأجواء احتفالية تتمثل في إقامة مهرجان كبير لعرض وتسويق منتجاتها بشكل حضاري وراقي يليق وقيمة هذا النوع النادر من الفن. الدولة بتحيي حرفة أولاً كانت قربت تندثر، وبتحيي منطقة ما كانت مهملة جداً وكانت ملوثة للبيئة، أصبحت منطقة الحمد لله جميلة زي ما احنا شايفين، وأصبحت صديقة للبيئة، وكمان قدام متحف الحضارة. يعني المكان ده مكان متميز، مكان استراتيجي، قدامك متحف الحضارة، ووراك هيبقى مشروع تلال الفسطاط العظيم اللي الدولة شغالة فيه دلوقتي. فأنا بصراحة فخورة إن أنا واقفة هنا، والحمد لله وصلنا للمستوى ده. على مر الزمان ستبقى صناعة الفخار حرفة تتوارثها الأجيال وتفخر بها المتاحف الأثرية، وسيبقى جواهرجية الطين يصوغون منه جمالاً انسيابياً.